الاغتسال له بدل، لكن الوقت ليس له بدل، وقت الصلاة. فإذا خرج الوقت والإنسان تعمد بأن لا يؤدي الصلاة في وقتها بمثل هذه الأسباب، فإنه والعياذ بالله ألزموه بالتوبة، لأنه في ذلك قد عصى الله سبحانه وتعالى. ألزموه بالتوبة والقضاء. لماذا ألزموا بالتوبة؟ لأنه كان في معصية بتركه أداء الصلاة في وقتها. وهذا أيضا يحدث في الطائرة، بعض الناس يفوتهم وقت الصلاة. يعني أذكر كنت جاي من تركيا ونزلنا في قطر، في مطار في قطر، وكان نزولنا نزول الطائرة حال غروب الشمس، الشمس تغرب والطائرة تنزل، وطالعين من تركيا قبل الظهر، يعني الساعة تقريبا 10 صباحا طالعين من مطار تركيا. فسألت بعض الأخوة، يعني عندنا أخوهم صليتوا الظهر والعصر؟ قالوا ما صلينا. قلت لهم زين، يعني فائس الظهر والعصر متى صليوها؟ صليوها بالليل، أول صلوا الظهر والعصر وخلاف صلوا المغرب والعشاء في مطار الدوحة، عاد الشمس غاربة، عاد ظلام. هذا ماذا؟ هذا سببه الجهل. تصور هؤلاء الناس، كثير من الناس تجدهم يتركون الصلاة ويظنوا قال احنا بنوصل المطار ذا وبنواحي وكذا وبنصلي، ولكنهم يذهب عليهم الوقت، هذا واقع. فلذلك الإنسان عليه أن ينتبه لوقت الصلاة. فإذا استطاع على طبعا في الطائرة استطاع الوضوء، إذا استطاع وأدرك أن يتوضأ يتوضأ، إذا لم يستطع يتيمم، إذا لم يستطع للتيمم ما استطاع أو ما فحتى في فعليه أن يصلي، وإن كان على يعني لم يستطع للتيمم يصلي بغير تيمم. هكذا يذكر علماؤنا. ولذلك ذلك المريض، أولئك الناس المرضى الذين لا يصلون بإمكانهم أن يصلوا بالقدرة التي الله سبحانه وتعالى هيأ لهم على أن لا يخرج وقت الصلاة. فإذا قالوا لم لا يستطيع الوضوء يتيمم، إذا لم يجد التيمم للوضوء يصلي بغير وضوء ولا تيمم وبغير اغتسال. حتى قالوا إذا لم يستطع إلا أن يكيف الصلاة في قلبه، يعني يأتي بها بلسانه ويكيفها، يعني يكيف الركوع والسجود، ما يستطيع الحركة لكن يستطيع أن يأتي بالصلاة ويكيف حركتها في قلبه بحيث لا يخرج وقت الصلاة. هكذا نجد أهل العلم. حتى رأيت